رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية فقرات. خلاص كلها ساعات ونودع سنة 2021 بكل اللي حصل فيها بقى من أحداث، سواء عجبتنا أو ما عجبتناش، هنقول لها باي باي 2021، نستقبل سنة جديدة نستقبلها بقى بكل تفاؤل وبكل حب، ودايما كده يبقى عندنا يقين إن كل ما نفكر في الحاجة الكويسة هتحصل لنا. ده رأيي أنا، إنما بقى علماء الفلك ليهم رأي تاني خالص، وأكيد كلنا عاوزين نعرف حظنا إيه السنة دي؟ إيه اللي هيحصل لنا؟ يا ترى 2022 مخبيانا إيه؟ كل ده هنعرفه مع خبيرة الأبراج اللي منوراني النهارده في الاستوديو، عبير فؤاد منوراني النهارده في صباح البلد. ميرسي، صباح الخير. صباح الفل عليكي. عاوزين كده في الأول نطمن الناس ونعرف الأبراج الأكثر حظًا في 2022. طيب الاكثر حظا طبعا نبدا بالحوت لانه هو اللي عنده المشتري كوكب الحظ في برجه من اول السنه. مش بس الحوت اللي عندهم حظ، كمان برج الثور وبرج الجدي من الناس اللي هينوبهم من الحظ جانب. حوت وثور وجدي دول حظهم، وممكن نقول يليهم الميزان ان شاء الله. ان شاء الله انا ميزان وانت ميزان. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب والابراج بقى اللي حظها مش هيبقى تمام ان شاء الله يعني بعد الشر، يعني احنا مش هنقول حظهم مش تمام، هما بس في شوية نصايح يكونوا واخدين بالهم منها هتبقى الدنيا أفضل معاهم. العذراء والكوس دول اللي لازم يكونوا منتبهين، والأسد يعني الأسد أحسن السنة دي معاهم من اللي فاتت، لكن برضو لازم برضو في بعض النصايح اللي هنقولها لهم. أكيد. أوكي. خلينا بقى كده نعرف ونبتدي مع بعض بأول برج، وبرج الحمل. برج الحمل من 21 مارس ل 20 إبريل. بالظبط. نعرف بقى حظه إيه سنة 2020. السنة دي أهم حاجة بالنسبة لمواليد الحمل إنهم يعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، ده من أول السنة لآخرها الحقيقة. هو الحمل يعني من صفاته إن هو بيتكلم كتير أو بيبوح بأسراره؟ هو تلقائي وعنده براءة يعني. بيتعامل ببراءة لكن ومعرضين للحسد، فعشان كده أنا بقول لهم ما تتكلموش كتير علشان الدنيا بس تمشي. وعندهم بقى من أول 11/5 المشتري كوكب الحظ هيدخل لهم، هيسيب الحوت اللي قلنا إن هو أكثر حظا، هيسيبه شوية ويروح للحمل يدي شوية حظ من أول 11/5 لغاية 28/7. تمام. فده وقت حلو ليهم، ممكن تظهر لهم في خلال الوقت ده فرص حلوه، بس برضو يحافظوا على السريه والكتمان اكيد، ويبعدوا عن الفخر بنفسهم وبانجازاتهم. عندهم كمان وقت رائع بالنسبه للحمل من اول 20 اغسطس لغايه 30 اكتوبر، ده المريخ في الوقت ده بيدعمهم، ممكن يبقى عندهم فرص ليعملوا انترفيو في شغل، يبرزوا مواهبهم، وعموما عاطفيا الدنيا هتكون افضل معاهم من اول 6 مارس. يعني في الشغل من 11/5 وفي الحب من 6 مارس. من 6 مارس يعني احاولوا بقى ايه يعني تستغنموا كده الفرص. طيب خلينا نروح على طول لبرج الثور من 21 ابريل ل 20 مايو. طيب برج الثور عندهم سنه فيها جرأه، أورانوس طبعا بيديهم جرأة في برجهم، بس كمان في المشتري من أول السنة ومن النهاردة كمان، لأن هو امبارح دخل خلاص المشتري في الحوت، فالسنة بدور ما انا فاهمه، بس هو المشتري في الحوت حاليا، فده بيدعم مواليد الثور. وجوده في الحوت بيدعم الثور، فيفضل لغايه 10/5 بيدي المواليد برج الثور حظ في الشغل وفي العلاقات الاجتماعية وفي المشروعات لو عندهم مشاريع خاصة. فهيكون مواليد برج الثور يعرفوا ان هم يحصلوا بسهولة على دعم ومساندة من زملاء في الشغل او رؤساء في الشغل. عشان كده قلنا ان الثور من الناس الاكثر حظا. كمان عندهم في الناحية العاطفية ابتداء من 29 يناير الدنيا هتكون احسن، هي السنة بدأ وفينوس كوكب الحب بيتراجع. فده عامل لكل الابراج حالة كده ايه، برود عاطفي حبة. ممكن يكون في يعني خلافات عاطفية، ده لكل الابراج، ده على كل الابراج. تراجع فينوس الفترة دي، فبقول له ايه اصبروا لغاية 29 يناير لكل الناس. من بعد 29 يناير فينوس هيبدأ يعاود سيره المباشر ويدي الحظ لبعض الناس مش لكله، منهم الثور. فالثور هيبدأوا يعني يستردوا طاقتهم العاطفية أكتر ابتداء من 29 يناير. طب خلينا نروح لبرج الجوزاء من 21 مايو ل 21 يونيو. اوكي.
مواليد الجوزاء. الجوزاء انا بشوف انها سنه فيها يعني عندهم قدره انهم يبنوا حلو لمستقبلهم. بس من اول السنه المشتري في وضع معاكس معاهم في الشغل، فلازم في شغلهم يعني يكونوا يعملوا بدقه لغايه 10-5. كل دي ممكن يكونوا فتره فيها استفزاز، فيها مكائد، فلازم يكونوا يقظين اكتر عشان يحموا نفسهم عشان ما يقعوش في المكائد دي. من اول بقى 11-5 الوضع يختلف تماما. المشتري هيتنقل لوضع داعم ليهم جدا. ده هيديهم بقى دعم من الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل، ويعني يبداوا ان هم لو عندهم مشاريع خاصه يعرفوا ان هم يعملوا تنميه اكتر لمشاريعهم او عموما في تنميه الاعمال. عندهم بقى كمان من اول 20-8 اصرار. المريخ في برجهم هيقعد 6 شهور، فيبدا يديهم اصرار وطاقه وحماس في شغلهم اكتر، ويعرفوا يوصلوا لاهدافهم. فنص السنة الثانية هيكون أفضل إن شاء الله مع مواليد إن شاء الله. الجوزاء. لينا نروح برضو سريعا لبرج السرطان اللي هو بيبتدي من 22 يونيو ينتهي 22 يوليو. طيب مواليد السرطان. برج السرطان السنة دي بالنسبة لهم عندهم يقظة ذهنية، سرعة بديهة أكتر، عندهم روح ملهمة. هم أصلا السرطان ملهمين، وهيكون عندهم الموهبة دي أكتر، يعني فيها ازدهار أكتر. دايما هيكون عندهم قدرة على الابتكار، وخصوصا من أول السنة لغاية 10 مايو، وفي آخر السنة من أول 28 أكتوبر لغاية 20 ديسمبر. دي أفضل الأوقات اللي هيكونوا فيها يعرفوا يبتكروا وينجزوا، مبدعين. يعني لو بيشتغلوا في مجالات فيها إبداع هيكونوا يعني أكثر نشاطا وإبداعا. وفي الحب، وفي الحب كمان من أول 6 مارس، لأن فينوس في مواجهتهم لغاية 6 مارس. فمن أول 6 يصبروا، ما ياخدوش أي قرارات مصيرية أو متسرعة في الوقت الأولاني من السنة. يعني اللي مش مرتبطين يتأنوا ويدرسوا كويس لغاية 6 مارس. الرؤية هتبقى أوضح. لو هم متجوزين كمان ياخدوا بالهم، يستنوا، ما يتسرعوش في انفعالاتهم ولا في قراراتهم لغاية 6 مارس. هيكون في فرص انه يكون في صلح اكتر ان شاء الله وتفاهم احسن. خلينا نروح سريعا كمان لبرج الاسد اللي بيبتدي يوم 23 يوليو وينتهي 22 اغسطس. الاسد السنة دي بالنسبة لهم في سنة فيها تخطيط كويس لمستقبلهم. ويعني من أول السنة أنا بشوف أنه المشتري حتى في وضع داعم من الأول، بس هيبقى أحلى وأحلى من أول 11-5. لكن هم عندهم في الفلوس تخطيط حلو لتنمية فلوس، لتنمية المدخرات، فيعتبروا في الفلوس يعرفوا يحسنوا التصرف كويس من أول السنة. من أول السنة تكون الدنيا تمام. تزيد بقى عندهم الفرص النجاح والمكاسب أكتر من أول 11-5 لغاية 28-7. ولو في مراحل دراسية كمان هيكونوا عندهم تركيز أحسن وقدرة على التحصيل أكتر من 11 مايو لغاية 28 يوليو أو 28-7. تمام. عندهم كمان فترة حلوة من 20-8 لغاية 30 أكتوبر، ده وقت برضو. طب حلو برج الأسد، حلو دعم وتنمية لشغله إن شاء الله. وعاطفيا حلو برضو بالنسبة لهم. بس أنا بس عايزة أقول لهم إنه زحل مش عايزين ننسى إنه في مواجهتهم، فده بيخلي المتجوزين عرضة لمشاكل زوجية. والشرط الأساسي للأسد طول السنة ما يغامروش في الفلوس. بيخططوا كويس وكله، بس يبعدوا عن المغامرة وتوقيع وياخدوا بالهم من حقوقهم. خلاص تمام. تعالي سريعا برضو نروح لبرج العذراء اللي بيبتدي 23 أغسطس وبينتهي 22 سبتمبر. طيب العذراء بادئ السنة معاهم والمشتري في مواجهتهم، ده بيخليهم عرضة ان تتاخد حقوق منهم، يكونوا عرضة لنصب او احتيال او حد عايز يوقعهم في اخطاء، فيحاولوا ان هم يتحركوا بحذر وما يغامروش لا في الفلوس ولا في توقيعات الأوراق. هم عندهم روح استقلالية جدا خلال السنة دي، وأشوف إن ده شيء كويس، بس يكونوا بهدوء بدون عصبية، بدون ما يدخلوا في صدام مع اللي حواليهم.
برضو من اول 20/8 لغايه اخر السنه المريخ ممكن يخلي في ضغوط في الشغل، فلازم يكونوا متماسكين اكتر في اخر السنه قدام اي ضغوط. ومع ذلك في اوقات كويسه بالنسبه لهم، يعني اشوف انه من اول 11/5 الدنيا تظبط بقى شويه ولا ايه؟ عشان هم كده زعلانين. انا قلت بدات بالاوقات اللي ياخدوا بالهم فيها. أيوة. النصايح مهمه برضه. ايوه اكيد. لكن من الفتره الكويسه ويستغلوها من اول 11/5 لغايه 28/7 ده وقت حلو في الفلوس، يعني ممكن يكون في مكاسب فلوس كويسه. بس اهم حاجه يحافظوا على فلوسهم عشان ما تروحش منهم. اهو سامعه مدحت، حافظ على فلوسك. طيب ونروح بعد كده لبرج الميزان بقى. الميزان بقى بيبتدي 23/9 بينتهي 22 اكتوبر. برجي وبرجك اتوصي بينا بقى عشان الميزان اليومين دول وحش قوي. هو هقول لك، هو حقيقي الفتره دي عطارد معاكس مع الميزان، معاكس خالص، وده بيخليهم شويه في الايام دي بينفعلوا بسرعه وممكن يتسرعوا في كلام يخليهم يصطدموا باللي حواليهم. فبقول للميزان هدوا شويه، هدوا، حاولوا تهدوا ال طب هنهدى امتى؟ من 2 يناير. عطارد من اول 2 يناير هيتنقل لوضع داعم، فيبدا الميزان يهدى. وكمان وجود المشتري ابتداء من امبارح في وضع بيدي الحظ في الشغل. فان شاء الله مواليد الميزان الفتره اللي جايه دي ممكن يبقى عندكم او عندنا طفره في الشغل كويسه. هيكون مواليد الميزان عندهم في الفتره ان شاء الله اللي جايه إن شاء الله. قدره ان هم ينظموا جهودهم كويس ووقتهم ويعرفوا يوظفوا الجهد في اتجاه سليم. ده بالنسبه للشغل. لكن الناحيه العاطفيه قولي لنا من اول 6 يعني يصبروا، لان فينوس بتتراجع وحتى لما هتعاود سيرها هتبقى برضو في وضع معاكس. يعني معاكس طول السنة؟ لا 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 مش طول السنة، ما انا بقول اصبروا ل 6 مارس. ل 6 مارس، الفترة دي تحصل فيها بلاوي. يعني ما بلاش ينفعلوا في الحياة العاطفية دلوقتي خالص، يحاولوا يصبروا ل 6 مارس، هيبقى في طاقة عاطفية وقدرة على التفاهم بصورة أفضل إن شاء الله. يعني أي مصايب هتحصل هتتصلح في مارس بقى وعليكم خير إن شاء الله. بس في نصيحة برضو لازم أقولها، من أول 11/5 لغاية 28 أكتوبر ده وقت لازم ياخدوا بالهم المشتري في مواجهتهم في الوقت ده. فلازم ياخدوا بالهم مواليد الميزان في توقيع أي أوراق أو عقود، ياخدوا بالهم من حقوقهم، ممكن يكونوا عرضة أن حاجة تتاخد منهم أو يقعوا في أخطاء تتمسك ضدهم، فتاخدوا بالكم جدا ما تغامروش ماليا. لا أنا مش همضي على أي ورقة. بالنسبة لي بقى تعالي نروح مع بعض لبرج العقرب، بيبتدي معانا من 23 أكتوبر ل 22 نوفمبر. طيب برج العقرب السنه دي رغم انه عندهم تحديات كتير بسبب انه زحل طول السنه في وضع معاكس معاهم، لكن في نفس الوقت عندهم حاجات كتير داعمه. السنه بتبدا وكوكب المشتري هيكون بيدعمهم في منزل الحب. فاحنا لو عايزين نقول مين اكتر حد عنده حظ في الحب هيبقى برج العقرب. العقرب؟ طب حلو، صاحبتي العقرب هتفرح قوي. عندهم طاقه عاطفيه حلوه. ويعرفوا يعبروا حلو عن مشاعر، عن مشاعرهم يعني في مشاعر ايجابيه يعرفوا يعبروا. عندهم طاقه حب غير طبيعيه الحقيقه. هو الحقيقه العقرب انا بحس ان هم يعني حنينين رغم ان هم شخصيات قويه جدا جدا فعلا، لكن في نفس الوقت عندهم العاطفه عاليه، العاطفه حلوه وحنيه كمان. طب تنصحيهم بايه سريعا؟ انصحهم ان هم بس ياخدوا بالهم، لان زحل طول السنه ممكن يخليهم عرضه لضغوط كتير، فيحاولوا يكونوا هاديين قدام الضغوط. بس انا عايزه اقول انه في حاجات حلوه قوي للعقرب، مش بس الحب، كمان من اول السنه ممكن يعني يبقى عندهم ترقية، زيادة مالية، عندهم حماس في شغلهم، وده بيساعدهم يحصلوا على التقدير لكل حاجة بيعملوها في شغلهم. يا رب إن شاء الله. فأشوف إن هي سنة تعتبر كويسة، بس بشرط إن هم ياخدوا بالهم من اللباقة طول ما يتسرعوش السنة، وفي الفلوس كمان ما يغامروش، ما يغامروش في الفلوس. عشان في الفلوس إيه مش قادرة أقول لك. تعالي نروح للقوس، من 23 نوفمبر بينتهي 21 ديسمبر. كوس. طيب الكوس احنا قلنا انه من الابراج طبعا الاقل هم والعذراء.
حظا. فالقوس هقول لهم من اول السنه الحقيقه المشتري في وضع معاكس معاهم، واشوف ان هو ضروري ان هم ياخدوا بالهم في علاقتهم بالاهل وبالقرايب في العيله، ممكن يكونوا عرضه لخلافات عائليه، بس كمان في الشغل لازم يكونوا منتبهين برضو ان هم عرضه لسوء تفاهم مع حد من الزملاء او من رؤساء العمل، فلازم يحاولوا يحافظوا على اللباقه جدا في التعاملات عائليا ومهنيا. في آخر السنة كمان من أول 20/8 لغاية آخر السنة المريخ بيدخل قدامهم، هيقعد 6 شهور في مواجهتهم، فضروري من أول ابتداء من 20/8 ياخدوا بالهم من حقوقهم وياخدوا بالهم في النواحي القانونية وفي توقيع الأوراق والعقود، وما يغامروش ماليا، ما حدش يغامر يا جماعة. طب خلينا الوقت الحلو قوي يحاولوا يستغلوه من أول 11/5 لغاية 28/7 ده وقت كويس استغلوا بقى، بس مع الحفاظ على حقوقهم برضو طول الوقت ان شاء الله. تعالي نروح للجدي سريعا، من 22 ديسمبر ل 20 يناير. الجدي من الناس اللي عندهم حظ رائع السنه دي، سنه فيها تطور وتحول لحاجات ايجابيه، هيكون عندهم يقدروا يحققوا طفره في شغلهم. السنه بادئه والمشتري بيدعمهم جدا في منزل العلاقات، فمن اول السنه ممكن ياخدوا مواعيد مهمه في الشغل، عندهم لقاءات موفقة، انترفيوز موفقة، يعرفوا يبرزوا مواهبهم وسرعة بديهة، يقظة ذهنية، فكل ده حلو للجدي. وفي الحب كمان يعني أنا بشوف إنه عندهم من أول 29 يناير تأثير حلو على الجنس الآخر، ويعرفوا حس إن الجدي بيعرف يأثر طول الوقت على الجنس الآخر. هما موهوبين في السيطرة. أيوة. هو مش بس الجنس الآخر. هما يعني يعرفوا يسيطروا على دماغ على الناس أي حد. على يعني مسيطرين. طب بصي سريعا برضو خلينا نروح للدلو. من 21 يناير لحد 19 او 18 فبراير بالظبط. برج الدلو هم يعني السنه دي طبعا زحل ما زال موجود في برجهم، بس مواليد العشريه الاولى اللي هم مولودين في يناير هيكون عندهم ان شاء الله انفراجه، يعني هيتخلصوا من زحل اللي ماسك العشريه الاولى. المواليد بقى العشريه الثانيه اللي هم في فبراير اللي مولودين لغايه 13 فبراير هم دول اللي متضررين من وجود زحل، فياخدوا بالهم اكتر، بس برضو في حاجات كويسه قوي لمواليد الدلو. تمام. هتبدا من اول 11/5 لغايه 28/7 ومن اول 20/8 لغايه 30 اكتوبر. دي افضل فترات يحاولوا يستغلوها سواء في الحب او في الحياه المهنيه. تمام. دي افضل الاوقات ليهم. تمام. اخيرا بقى نختم ببرج الحوت عشان ده اخر برج معانا ووقتنا للاسف انتهى. طيب. فبرج الحوت سريعا. الحوت طبعا هم عندهم اكثر حظا السنه دي، السنه بادئه وكوكب الحظ في برجهم بيديهم حظ على كل الاصعده ان شاء الله. في الحياه العاطفيه السنه كلها حلوه، هو بس شهر سبتمبر لو متجوزين ياخدوا بالهم ممكن يكون عرضه لمشاكل زوجيه، فيسيبوا بس فرصه ومساحه من الحريه للطرف الاخر. اشوف كمان انه الشغل هيكون عندهم بصيره اكتر، يعرفوا يشوفوا الطريق الصح ويتجهوا ليه. يعني ان شاء الله خير، هتبقى سنه كويسه ليهم. يا رب سنه سعيده. بشكر حضرتك جدا استاذه عبير فؤاد، كنت منوراني النهارده علمت الابراج والفلك. بشكر حضراتكم الساده المشاهدين، للاسف فقرتنا خلصت بسرعه لكن برنامجنا لسه ما خلصش، تابعوا باقي فقرات.